بون بإيجاز باش نحوصل الكلام تاع عامر اللي كونه مقابلة كانت على مستوى طيب معناها فيها إثارة مستوى ماهوش عالي عالي فني لكن مستوى كل الفريق لعب على حسب إمكانياته وهنا فريمون برافو بور لي اسمه خالد وشبيل نتاع لي طوال اي نوفل شبيل وخالد بن سيسي برافو برافو معناه برافو دون كيل سونس اللي خاطر احنا يمكن في المقابلات اللي لعبتهم لاسبيرانس في 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 رادس المقابله هذه اللي لعب على حسب امكانيات الملاعبيه نتاعو لكن كان معناها منافس جاد للترجي الرياضي التونسي معناها كان قام مقابله تكتيكيا انا ظهرت المقابله ناجحه حتى التعامل مع التغييرات كيف كيف معناها أعطى نفس أكثر على مستوى مليو تيران صحيح نقص لاعب هجومي اللي هو بتاع اللي كان في الكلوب شماخي ياسين وخلى إلا لاعب اللي هو راقي ودعم ملاعبي على مستوى المستوى الميداني الدفاعي ومستوى ميدان اللي يعمل الترانزيسيون قراءة كانت متميزة كانت قراءة أنا راها محترمة محترمة جدا والكاي مش الغلطه بتاع البيلانتي كانت تخرج بالتعادل والتعادل معناه عادل بالنسبه للمجهود اللي قامت به بالنسبه للترجي التونسي اللي شدان الكوره وكل الكونسيرفاسيون المبالغه في المحافظه على الكوره معناه الاحتفاظ بالكوره لمجرد الاحتفاظ مش احتفاظ بالكوره باش تغير الواحد وتعمل لونشينمون وتخلق معناه معناها تستعمل ليزيسباس ولا تخلق ان ديزيكيليبر هذا ما صارش والشيء اللي كان نجح فيه كاردوزو وقت اللي قلنا فيه اللي كونه يبني الهجوم على الدفاع حاليا ما بناش الدفاع نتاعو على الهجوم اللي كانت هكايا نقطه القوه نتاعو هو وخاصه في الهجمات المرتده نتاع المنافس اللي ما فماش ان ايكيليبر على مستوى الفريق نتاع الترجي الرياضي التونسي وهنا في نظري انا تيلمون الى دوميني ولي لادفيرسير ما عنده حتى ان بوان دو روبير في الاوفنسيف عنده ان سول بوان دو روبير في الاوفنسيف هو راقي هو راقي هو اللي خلق عدم التركيز وخاصه في الهدف الثاني اللي هو كان هدف ناجح بالنسبه للتوان واضح